يا جماعة انزلوا وشاركوا في الانتخابات. في ناس شرفاء كتير جدا وفي محترمين كتير جدا. ما تخلوش يا جماعة الشيء الغس يغلب على الشيء الثمين. مصر تستاهل انك تنزل، مصر تستاهل انك تشارك. انا عارف انك زعلان، ولكن هل يمكن لك ايها المحترم انك تجاوبني على هذا السؤال؟ هل مرتضى منصور هو اللي هيكرهك في مصر؟ هل مرتضى منصور هو اللي هيخليك تكره الانسانية؟ هل مرتضى منصور هو اللي هيقتل جواك الوطنية؟ هل مرتضى منصور هو اللي هيقتل جواك المروءة؟ لا يمكن، لا يمكن. طول حياتك ادي لبلدك، طول حياتك تفانى عشان بلدك. مش قدامنا غير المشاركة، مش قدامنا غير القانون، مش قدامنا غير نغير بالصندوق ونقول لكل واحد زي مرتضى منصور لا يمكن تاخد مننا حصانة تاني. خليك إيجابي. دعوات المقاطعة ضد البلد، دعوات المقاطعة تعني مزيد من الظلم، دعوات المقاطعة تعني انهيار مصر، دعوات المقاطعة هي استغلال من شلة من الكارهين للبلد لموقف أنت غاضب فيه. لا يمكن أن تكون أنت كاره للبلد. أنت راجل جدع محترم، اتهنت ومش عارف تاخد حقك فصعبان عليك، ولكن لست كاره لمصر. الكارهين لمصر بيستغلوا الحالة اللي انت فيها دي على كان خاطر يخلوك تكره بلدك. اياك ان تصل لهذه المرحلة يا سيدي المحترم. وانا هضرب لك مثل، انا هضرب لك مثل. انا النهاردة نازل بكرة اصوت، واخترت اصوت لمين؟ يعني مثلا بص حضرتك اهو، وانا بعمل دعاية معلنة اهو، عشان ما اخبيش عليكم، انتوا عارفين اني واضحين. واحد زي الاستاذ احمد دياب اهو، رجل الاعمال احمد دياب، فردي جيزه، حزب مستقبل وطن، انتخابات مجلس الشيوخ، رمز قناه السويس رقم 5، من افضل الناس اللي عرفتهم في الخير وفي الاحترام وفي الانصاف وفي الجدعنه اهو. بدعو كل واحد ساكن في الجيزة أهو، بدعو كل واحد ساكن في الجيزة بيتفرج عليا من الآلاف اللي معايا، اوعى تخلي الشيء الوحش يخليك تظلم الجدع الكويس اللي زي أحمد، اللي زي أحمد دياب. اوعى تخلي زعلك على ظلمك يخليك تكره البلد. أيوة أحمد دياب مرشح مستقبل وطن، وناس كتير بتقول مستقبل وطن يعني النظام، ولكن مش عيب انه يكون نظيف وشريف ومحترم. انتم تثقون فيه، اقسم بالله العلي العظيم من افضل الناس، وانا بوجه له نداء على الهوى انه يتكفل بهذه الحالة اذا صعب على جمعية الجود ان تتكفل بها. وانا واثق ان احمد دياب بمجرد ما اكلمه سيتحمل نفقات العلاج كاملة في اقل من ساعة. وانا ساتصل به. احمد دياب رجل اعمال شريف، هو العضو المنتدب لنادي زد، وهو رجل اعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة من الشركات. والله العظيم لم اراه الا في الخير. علشان كده انا بقول لك انا بعمل له دعاية اهو اهو. وإذا كنت بتحب الخير وبتحبني انزل يا ساكن الجيزة وصوت لهذا الرجل أهو، أحمد دياب. اتكلم عنه سيف زاهر باحترام، واتكلم عنه الصديق المحترم الكابتن محمد زيدان، والكابتن حازم إمام، والكابتن ميدو، وشريف عبد الله، كل اللي عرفه قال فيه كلمة حق وكلمة أمانة. أنا أعرف أحمد دياب من سنين، ومن قبل ما يخش في الرياضة، ولكن يا جماعة مش عايز دعوات المقاطعة تخليكم تظلموا وجوه محترمة. ده لا داخل يبحث عن حصانة ولا يتحصن ولا يتكسب، ده داخل يخدم بجد. شاب محترم وفي زيه كتير.
وفي زيه كتير. وبقول لك اهو للمرة المليون اهو، انا بكرة نازل اسوق لي انا وعيالي، وبدعو كل سكان الجيزة انهم ينزلوا يسوقوا لأحمد دياب. فردي مستقبل وطن رقم 5 رمز قناة السويس، وما انا هانس في يميني، فهو يستحق المساندة. ليه تخلي، انا على فكرة وانا بتكلم عن احمد دياب جات لي رسالة من دكتور صديقي، قال لي انا بعد ما طلع القرار بتاع اللجنة التشريعية، بتاع اللجنة قصدي التشريعية بمجلس النواب، وقال ان مرتضى لن ترفع عنه الحصانة، اصبحت ناقم على البلد وعايز اسيبها وامشي. بعد حلقة امبارح اللي انت عملتها، بعد حلقة امبارح اللي انت عملتها، شوف الكلام، اصبح عندي طاقة ايجابية ان انا لازم اغير، وافضل اغير فيك لغاية ما ترضي عليها. هي مصر، اوعى تزعل من مصر، اوعى تزعل من بلدك، اوعى تزعل من بلدك، لا تمن على بلدك بالحب. لو ادتك اللي انت عايزه تنزل لها، ولو زعلتك تنقم عليها. لا، مصر فوق اي مستوى، مصر نديها ولا ننتظر منها شيء. غير فيها وغير فيها وغير فيها لغاية ما تموت. ورجعك لبيان معالي النائب العام، مالكش غير رئيسك وجيشك ومؤسساتك، مش هتغير غير بدول. لا في تغيير بالفوضى، ولا في تغيير بالظلم ضحية، ولا في تغيير بالإرهاب، ولا في تغيير بأي وجه آخر إلا بالدستور والقانون، وإنك تقف جنب رئيسك وتسنده. أنا بتفرج على إعلان النهاردة بتاع وزارة الإسكان اسمه المحروسة، إيه العظمة اللي فيها البلد دي؟ والله العظيم إعلان عظيم. وبصيت كده وقلت يا ربي يبقى مرتضى منصور يخلي كل الإنجازات اللي أنا بتفرج عليها دي الناس مش حاسة بيها وبتبكي وزعلانة على البلد رغم كل اللي بيعمله الريس ده. الإعلانات النهاردة كلها كلام الريس على الشباب، قلت يا ربي ريس زي كده بيتكلم على الشباب وبيحب الشباب ومقبل على الشباب، يجي واحد زي مرتضى منصور يبقى نقطة سودة يكره الناس في البلد؟ لا يمكن، لا يمكن. اه الرسالة اهي لازم تسمعوها حضراتكم من الدكتور أحمد عادل، وأنا آسف يا دكتور أحمد، سامحني ان انا عزيء الرساله وحقك عليا، لاني مش من حق انت بعت لي رساله شخصيه، ولكن اسمح لي، لان احنا بنحارب عشان الناس تنزل وتشارك، لان لازم نقول لا لمرتضى منصور ونقول له انت بره البرلمان بالمشاركه، ونبدا من مجلس الشيوخ، ونبدا من مجلس الشيوخ، ونبدأ من مجلس الشيوخ، ونبدأ من مجلس الشيوخ. بص الرسالة دي رفعت معنوياتي وحست ان انا عملت حاجة، وانتوا مش هتخذلوني وهتنزلوا، عشان لو نزلت في الشيوخ هتنزل في النواب، وتقول للكيدية سلام عليكم روح كل عند امك ملوخية، قول للكيدية روحي كلي عند امك ملوخية، لان احنا هنغير ومش هنسكت. ايوه يا احمد يا مستكاوي مقتنع، وهنغير وعندي ثقة ومكمل مشواري للنهاية، ولو في طريق تاني غير اللي انا اقول لك عليه كنت عملته، لكن انا ضد الفوضى وضد الخروج عن القانون اهو. مساء الفل والجمال على صديقي أستاذ عبد الناصر. يا أخي والله أنا من ساعة ما اتفرجت على اللايف بتاعك امبارح لآخر بوست أنت منزله دلوقتي، أنا قبلها كنت في حالة إحباط غير طبيعية، لكن والله والله يا أستاذ عبد الناصر الكلام اللي أنت قلته امبارح والتحدي اللي احنا لازم نحققه
لحد يوم 16 و17، وازاي ننزل نغير انتخابات مجلس الشيوخ اقسم بالله انت مديني طاقه ايجابيه غير طبيعيه. ربنا يخليك ويبارك فيك، في انتظارك في اللايف بتاع النهارده، ودايما كده بنطمن عليك وفي افضل الاحوال. حبيبي استاذ عبد الناصر، انزل عشان احمد منسي، انزل عشان كل دم سال على ارضها، انزل عشان مصر محدش بيمن عليها، ولا هي بتتسوى لاولادها يقفوا جنبها. عايز تاخد حقك من مرتضى منصور قول له لا في اي دايره هو ينزلها، واوعى حد يقول لك غير كده. وافكرك بالشهيد احمد منسي، يمكن يخليك تعرف قيمه بلدك، لان مفيش اغلى من الدم اللي سال، ومفيش احسن من صوت الشهيد ينادي فينا ويقول اوعوا تخذلوها. وسيظل نداءنا مرتضى منصور بره البرلمان، اوعى تحبط، اوعى تيأس، اي دايرة ينزل فيها احنا وراه وعنقول له لا. لو على جثثنا لن يدخل البرلمان تاني. 91 طلب حصانة، لازم يتجرد من الحصانة. انزل عشان احمد منسي وزمايله واصحابه واخواته اللي ماتوا عشان احنا نعيش، اللي ماتوا عشان احنا نعيش، اللي ماتوا عشان احنا نعيش. القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة. المصرية، رجال لا يهابون الموت. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.